السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان على الأبواب. يلا بينا نعمل بقى ايه، كل يوم كده أصناف حلوة وتحطوها في منيو رمضان. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة نجرسكو مكرونة بالفراخ، تحفة جدا. ان شاء الله تعمليها وتعجبكم وتعجب كل أفراد الأسرة. يلا بينا على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط بصل على النار بنشوحها كويس، وعندي قطع فراخ متقطعة شاورما بديها شطفة كده كم مرة، ومية وخل وليمون، واشطفها تاني، وبعدين احطها فوق البصل المتشوح زي ما احنا شايفين، ودي هتبقى ايه الحشوة بتاعتنا. بقلبه بقى كده كويس لحد ما الفراخ يغير لونها كده وتدخل في السوا. تمام كده، هبدأ ان انا اضيف لها بقى ايه البهارات اللي عندي. ادي فلفل اسمر كله بالمعلقة الصغيرة، وادي شوية من البهارات، وادي ملح، وهعمل برضو ايه البشاميل في حلة تانية. بحط الدقيق والسمنة بيكون الاتنين قد بعض، واقلبهم كويس جدا لما يتشوح كده، واشم ريحة الدقيق حلو كده بس ما ياخدش لون غامق ولا حاجة. بضيف له كده ايه المية السخنة، وبعدين هضيف اللبن والكريمة، كل كوباية من السائل سواء مية او لبن بتديها ايه معلقة كبيرة من الدقيق. ده بالنسبة للبشاميل، ويبقى معلقة الدقيق بتاخد معلقة سمنة. ادي اضفت اللبن، اهم حاجة تستخدمي المضرب اليدوي ده وتكون ايديكي فيه على طول علشان ده اللي بيخليه ما يكتلش. واضف لها بقى معلقة كبيرة كده من الكريمة، دي كريمة فريش بتديني طعم كده غني، ويبقى البشاميل بتاعنا طعمه حلو. يعني تشتغلي اهو ايدك في البشاميل وايدك في الحشوة اللي هي الفراخ عشان تخلصي الاتنين مع بعض او براحتك يعني. وحطيت الفلفل الاسمر وحطيت الملح، عايزة تحطي فلفل ابيض في البشاميل براحتك مش فارق يعني. وهحط لها برضو سنة بهارات بتدي طعم حلو للبشاميل، ومش مشكلة ان هو بيغير اللون شوية لما بتحطيه على المكرونة، ومش بيبان خالص ان يعني الدنيا متغيرة. بتقلبي كله كويس جدا، اهم حاجة بالمضرب اليدوي كده مش هيبقى فيه اي تكتلات ولا حاجة، وهيديكي بشاميل ممتاز جدا. شايفة احنا عايزين القوام يكون حلو كده، واول ما هيغليله بس غلوتين كده هتلاقي القوام بتاعه ايه تقل، وهتطفي النار عليه وقوامه هيتقل. كده حضرت الطواجن بتاعتي، الحشوة بتاعتي خلصت، حطيت لها فصين ثوم واخدت ملح وفلفل وبهارات. عايزة تضيفي اي حاجة تانية من البهارات حطيها، وخلاص كده. ممكن طبعا تضيفي له فلفل اصفر والوان، يعني فلفل اخضر والوان، او تسيبيها كده بس زي ما انت عاوزة. دهنت الطواجن اللي انا هستخدمها كلها كده بالسمن، وهحط شوية من البشاميل في قاع كل طاجن. تمام كده، وهبدأ ان انا احط ايه مقدار من المكرونة. انا طبعا سلقت مكرونة اسباكيتي بتبقى حلوة جدا، المكرونة الاسباكيتي في النجريسكو. عايزة تحطي اي نوع تاني مكرونة حطيه. طبعا بتغلي المية على النار وفيها شوية ملح، اللي مش عايز ملح او بيتعبه بلاش يحط، وبتحطي المكرونة لما المية تكون سخنت. تمام، بالنسبة للبرام التالت ده ما بتحبش البشاميل لبنتي، فانا بعمل لها البرام بتاعها لوحدها، فبديها من تحت شوية من البقسماط، وبعدين بحط المكرونة، وهحط بقى الحشوة هوزعها على الثلاث الطواجن اللي عندي. تمام كده،
هديها بقى شوية من البشاميل كده فوق الحشوة، ده بيخلي لي كده المكرونة بتاعتي تبقى طرية وجوزي كده وحلوة، ويخلي برضو الحشوة بتاعتي طرية وحلوة. يا اما بتديها شوية من البشاميل اللي جوه كده، او كنا في الاول زمان نقلب معلقتين ثلاثة من البشاميل على المكرونة كلها ومعاها بيض وكده، بس النجريسكو مش بيتحط لها ايه بيض، وحسب بقى ايه رغبتك، فانا بعملها كده وبتطلع قد ايه تحفة وطرية جدا. هديها شوية من الجبنة الموتزاريلا، ده برضو اختياري بس بيديها طعم غني وتحفة جدا، وبتبقى برضو مدي طبعا يعني بيفرق في الطعم كتير. هحط بقى الرقة التانية كده من المكرونة، ده كيسين من المكرونة الاسباجيتي كفالي التلات طواجن دول. احط كويس بحيث اغطي الحشوة كلها تمام. وبعدين هبدأ بقى ايه احط عليها البشاميل. تمام، نجيب بقى البشاميل وانزل بيه اغطي كله ما عدا الطاجن التالت ده، مش هحط عليه بشاميل من فوق، وهوريكم هحط له ايه. شايفين سمك البشاميل قد ايه جميل، ومفيش عندي لاي كلاكيع او تكتلات او حاجة، اهم حاجة المضرب اليدوي وايدك فيه باستمرار هيديكي القوام الممتاز ده. حطي 4 معالق دقيق، 5 معالق دقيق، بيبقى زيهم 5 معالق سمنة أو زيت، وبتفضلي تقلبي فيه لما يسخن الدقيق، وبعدين تصبي ما بين اللبن والمية ومعلقة أو 2 معلقة كريمة، وتفضلي بقى تقلبي، وملح وفلفل وسنة بهارات، يطلع لك أحلى بشاميل كده. أنا غطيت دول تمام، وهحط على وشهم بقى شوية من جبنة الموزاريلا، بتديها طعم حلو جدا، وبتدي كمان لون ممتاز قوي للمكرونة بتاعتي. تكون مولعة الفرن عشان اول ما احطها على طول تشتغل على طول وما تاخدش معانا اي وقت. بالنسبة بقى للبرام التالت، بحط له كل وشه بالموتزاريلا. هي مش بتحب البشاميل، فانا بعمله لها بالشكل ده سواء في النجرسكو او في مكرونة البشاميل، فكله بعده لها من فوق بالجبنة الموتزاريلا، فده بيحمي وش المكرونة ويديها طعم طبعا تحفة جدا. تمام كده بالفرشة كده ببلها في السمنة دي، سمنة بلدي، وأدي على وش كده ايه كل طاجن بالشكل ده، بحيث يديني لون حلو وطعم وكل حاجة. هدخلهم بقى الفرن ونشوفهم لما يطلعوا، تحفة جدا. واو، شايفين بقى الجمال. انا كنت حاطه الرف كده على الوسط بحيث ان هي ايه تستوي براحتها، مش بولع لها من فوق ولا حاجه، انا لما بحطه على رف الوسط وافضل سايباه مقفول كده بالنص ساعه، وبعدين ابص عليه اتابعه بلاقيه هو وشه احمر وكل حاجه. لو لقيت وشه احمر ولسه من تحت ما احمرش، بنزل بقى ايه الرف شويه، او ان انا اغطيه من فوق، بس انا مش بغطيه عشان برضو ايه الغطا ما ياخدش وش الصينيه، بنزل الرف تحت شوية عشان يبدأ من تحت كمان يتحمر، وبيطلع لي بألف هنا تحفة تحفة جدا صراحة. جربوه بالطريقة دي، شايفين قد ايه جوزي كده وطرية، يعني البشاميل عامل شغل جامد جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتنفذوها ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان على الابواب، وعايزين بقى طواجن وصواني كده حلوة كتير، طلع كده قطع مع بعض. اتمنى تدوسوا لايك كده للفيديو لو عجبكم، وشجعونا يا جماعة، وتنسوش تدوسوا زر الاشتراك سبسكرايب، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وعايزة اشوف تعليقات بقى كده كتير، وكله يدوس لايك. وصفة تحفة جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي، اسهل وصفة للنجرسكو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشكركم والى اللقاء. سوزان مقاول.